لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الفائز في هذا اليوم هو الفائز، ومن خسر نفسه وأهله يوم القيامة فهذا هو الخسران المبين. جعل الله عز وجل سعادة الإنسان في تحقيق الإيمان بالله وباليوم الآخر، وجعل سعادة الإنسان الحقيقية التي هي هبة من الله في يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذول. كم تساوي سعادة الدنيا إذا غمس الإنسان في النار غمسة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي شقاء قط. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كم فترة الحياة الدنيا التي يعمل الناس من أجلها ويكدحون ويتصارعون ويتنافسون ويسفكون دماء بعضهم بعضا وينتهكون حرمات بعضهم بعضا، كم تساوي؟ أكثر الناس في زماننا لا يعيشون إلا نحو 60 أو 70 أو 80، وربما بعد 50 تبدأ جملة من الأمراض تنغص على الإنسان حياته، أو بعد 60، أو على الأكثر بعد 70. فالشيخوخة ضرورية، والموت أكثر ضرورة منها. فسبحان الله، لماذا يبحث الإنسان عن السعادة الوهمية في مال أو جنس، لذة جنسية، أو في سلطة ورياسة وشهرة وجاه ومدح من الناس، أو فرار من ذمهم
لماذا يبحث الإنسان عن هذه السعادة الوهمية التي هي منغصة أثناء وجودها بالهم والغم؟ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله. حتى الأموال تكون سببا للعذاب، والأولاد يكونون سببا للعذاب عندما تحصل المخالفة وعندما يحصل الكد والتعب في التحصيل، والحزن والأسى عند فقدان شيء منها، نسأل الله العافية. ثم هي تحصل سعادات ولذات مؤقتة ضئيلة سرعان ما تزول، هكذا طبيعتها، هكذا حقيقتها. لذة الطعام لا تزيد على نصف ساعة، بعدها يأكل الإنسان بعد الشبع كأنه يرغم نفسه على الأكل، أو هو كذلك مهما كان الطعام لذيذا. وكذلك لذة الشراب، ربما تكون لذة الشراب دقائق معدودة لا تزيد، لا يستطيع الإنسان بعدها أن يشرب كوبا أو كوبان يشربهما، تتوقف الرغبة بعد ذلك. وأما لذة الجماع فهي دقائق، سبحان الله. وأما لذة الملك فسرعان ما يتعود الإنسان على ذلك فلا يجد فيه لذة. وأما المسكن والملبس والمركب فإن تعود الإنسان يدعوه إلى أن يبغي الحول، ولذا كان من سعادة أهل الجنة ما ذكر الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أما الدنيا فالإنسان يملها دائما ويريد أن ينتقل عنها، فأما الشقاء في الآخرة ففوق تصور الإنسان، وإن كان يلزمه أن يتصور ما يستطيع أن يتصوره، يلزمه أن يؤمن بما ذكر الله عز وجل من أنواع شقاء أهل النار. فذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فهذا الزفير والشهيق هو أيسر شيء، أعني أن النفس هو الذي يريح الإنسان، فإذا كان أهل النار يتعذبون بالنفس، يعذبون بالأنفاس على مر وجودهم فيها. وتخيل إنسانا يستنشق الدخان الأسود في ظل مي حموم لا بارد ولا كريم، دخان أسود حارق يدخل في خياشيمهم وأنوفهم وجهازهم التنفسي، فيحصل لهم بذلك حرق من الداخل. وأما الزفير فخروج هذا النفس الحار الذي يعذب به من حولهم كما يعذبون هم بزفير من حولهم. وإذا كان الأمر كذلك فتخيل أن عذابهم وشقاءهم في كل شيء من حياتهم التي هي بين الحياة والموت، لا يموت فيها ولا يحيا، نعوذ بالله من ذلك، ولكنه لا يموت أبدا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح، فينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينظرون ويشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم،
ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم. نعوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة. أهل النار شقوا شقاء لا يتصور، يعذبون باللباس كما أخبر الله سبحانه وتعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. أخبر الله عز وجل عن طعامهم وشرابهم، فهم يطعمون الزقوم، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعاما فيه أشواك، إذا ابتلع شيئا منها لزقت الأشواك في حلقومه فلا تدخل ولا تخرج، ثم يسيغها بالشراب فيشرب شرابا من الماء الحار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يدخل الماء لا يسيغ هذه الغصة التي للطعام، وإنما ينزل على الأمعاء فيقطعها. نحن نتألم من قرحة صغيرة في الفم، ونتألم بل لا نكاد نستطيع الجلوس من شوكة سمكة، ونتألم من قرحة في المعدة لا نستطعم معها الطعام، فكيف لو تقطعت الأمعاء؟ وكيف لو وقف الطعام ذو الغصة في حلق الإنسان على الدوام مع كونه في غاية النتن؟ هل يعيش الإنسان حياة مستقرة بذلك؟ كيف وقرناؤه أسوأ قرناء، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يتمنى يوم القيامة أن يكون هذا القرين بينه وبينه بعد المشرقين، فبئس القرين، نعوذ بالله من ذلك. عندما يتأمل الإنسان عذاب بعضهم ببعض ولعن بعضهم بعضا، كما قال إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعيش الإنسان حياة في قمة العذاب، يعرف حقيقة الشقاء، يعرف أن ما كان في الدنيا لم يكن شقاء بالمعنى. إن الإنسان يعيش في الحياة ولو كان أبأس الناس إلا أن غمسة واحدة في الجنة تنسيه كل ذلك، وغمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم كان في الدنيا، مع أنه هو ينساه في الدنيا عند كبره وضعفه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وأما شعور الناس يوم القيامة عن فترة الدنيا، فقد قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وهذه في فترة بقائهم في القبور على ظاهر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هل تستحق الدنيا هذا التنافس عليها وهذه القسوة البالغة التي يتعامل الناس فيها بين سفك دم وبين انتهاك أعراض وأكل أموال بالباطل
وقسوة في معاملة الضعفاء والمساكين والفقراء واليتامى والأرامل، وتركهم بلا إعانة ولا قضاء حاجة، هذه القسوة البالغة، نعوذ بالله من ذلك. وذلك لأن قسوة القلب بالكفر ثم بالفسوق ثم بالعصيان سبب لشقاء الإنسان، وإن كان يبدو أنه يتمتع متعة الحياة الدنيا. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أي وما شاء الله من الخلود بعد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يبقي الجنة والنار أبدا بلا فناء، لأن الله قال كلما خبت زدناهم سعيرا، وهم يحشرون على وجوههم إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك، كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال سبحانه وتعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، فإذا كان لا يفتر فهو بالأولى لا ينقطع، إنه لا ينقص. وقال سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يتوقف العذاب عند حد بل يستمر في الزيادة، لن يزادوا إلا عذابا. يا ليته كان قد توقف، ربما تعودوا يظنون ذلك يقولون ذلك، ولكنهم لا يزدادون إلا عذابا، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب النار ومن شقاء النار، ويعيذنا من شقاء الدنيا والآخرة، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. استثنى الله عز وجل عصاة الموحدين الذين يكونون في النار مدة ثم يخرجهم الله عز وجل بشفاعة الشافعين ثم برحمة رب العالمين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يناشدون الله عز وجل لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله عز وجل أخرجوا من قد عرفتم، فيحرم الله صورهم على النار، فيدخلون النار فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم بأثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، تحرق النار من ابن آدم إلا أثر السجود. قال ثم يعودون فيشفعون، فيقول الله عز وجل ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقول الله عز وجل أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو من إيمان، ثم ربع دينار، ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، وفي رواية أدنى مثقال ذرة من خير، حتى يقول المؤمنون يا رب لم نذر فيها خيرا، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة في رقابهم الخواتيم، يقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وفي الرواية الأخرى يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط. وفي الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، ف
فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يعود في الثانية فيحد له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يعود في الثالثة فيشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ثم يقول في الرابعة: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن عزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان يعتق في الجاهلية ويصل الرحم لكنه كان مات على الشرك، هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين. استثنى الله عز وجل من الذين شقوا بعد أن يشقون مدة عصاة الموحدين: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما قال تعالى: وأما الذين سعدوا، وتأمل أنه قال سعدوا ولم يقل سعدوا، فإن السعادة توفيق، إن السعادة توفيق من الله ونعمة منه سبحانه وفضل منه عز وجل، توفيق من الله أن تعمل بطاعة الله وأن تجتبى وأن تصطفى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالله الذي سماك مسلما قبل أن تولد، قبل أن تخلق الخليقة في الكتاب في اللوح المحفوظ سماك مسلما، وفي القرآن سماك مسلما، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وهم هؤلاء الذين كانوا شقوا مدة ثم لحقوا بأهل الجنة، فسعادتهم كانت منقوصة بالمدة التي قضوها في النار، أو كلهم بقي في القيامة وأهوالها مدة من الزمن ثم يأذن الله عز وجل لهم بدخول الجنة. ثم قال سبحانه مبينا أن أهل الجنة لا ينقطع نعيمهم، فقال: عطاء غير مجذوذ، عطاء غير مجذوذ. هل نطلب السعادة الحقيقية ونبتعد عن السعادة الوهمية؟ فضلا أن طلب السعادة الحقيقية سعادة في حد ذاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فلذة النظر إلى وجه الله أعظم نعيم أهل الجنة، كما أن أعلى سماعهم سماع كلام الله وسلامه، سلام قولا من رب الرحيم. والشوق إلى لقاء الله في الدنيا هو أعظم سعادة أهل الدنيا، أو من أعظم سعادتهم، وذلك لأن ذكر الله والتقرب إليه هو السعادة الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.